لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه ما زلنا مع كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما زلنا فيه أيضا مع المنكرات الشائعة التي تفشت وانتشرت في أوساطنا. وبما أننا تعلمنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحتاج إلى التطبيق العملي، شرعنا في الحديث عن بعض هذه المنكرات، واليوم نشرع في عدد منها أيضا، والبداية بمنكرات تتعلق بالصلاة. لا شك قدمنا الحديث عن الشرك والتحاكم لشرع الله، والكلام على أهلية وجدارة الشريعة، والرد على العلمانيين والليبراليين، وبينا بعض المسائل التي تعتبر مسائل عقدية. الصلاة لمكانتها في هذه الشريعة أم العبادات، أول ما فرض من العبادات، فرضت من فوق سبع سماوات، العبادة الوحيدة التي فرضت بدون واسطة. جميع العبادات فرضت عن طريق جبريل عليه السلام يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة فرضت في رحلة الإسراء والمعراج، وأكرم بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهي من المكانة بمكان. لكن تتعلق بها بعض المنكرات، بعض المكروهات، توجد بعض المعاني السلبية المتعلقة بالصلاة، يعني منتشرة في أوساط المسلمين. ولذلك لأهمية الصلاة إن شاء الله تعالى نتحدث عنها يعني بشيء من الاختصار والإجازة الغير مخل بإذن الله تبارك وتعالى. أول ما يأتينا حينما نتحدث عن الصلاة النداء، الآذان. لا شك توجد بعض البدع والخرافات في يعني أداء الأذان عند كثير من المسلمين، كمن يعني ألصقوا به بعض التسبيح وصيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يفعل الشيعة ببعض الصيغ الغير واردة أصلا التي لم يثبت بها دليل إلى آخره، فهذا من المنكرات المعلومة. لكن وأنا يعني أستحضر هذا الدرس وشرعت بالأذان، بالمراجعة حز في نفسي معنى بسيط قد يقع فيه الكثير منا، لكن في الحقيقة له مغزى ومعنى. لعل البعض يقول هذا زهد قبيح مذموم، أو عدم تصديق، أو استعلاء، أو استغناء، ففيه بعض المعاني المهمة جدا. طبعا حكم النداء اللي هو الأذان وفضل الأذان هذا معلوم لكم، لكن هذه الأحاديث الواردة في الصحاح عن دفع الأمة
لتتأدب مع النداء، لأن النداء شعار للتوحيد والاتباع، وفيه التعظيم والإجلال والدعوة إلى حي على الصلاة وحي على الفلاح للعمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمة بالنداء وحث الأمة على الانتباه للمؤذن، ودعانا للترديد خلفه، وشوقنا ببعض المعاني الجميلة جدا، منها على سبيل المثال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إيش الثمرة؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. المعنى والخبر يقول إيش؟ أي من ردد مع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم ذكر هذه الدعوة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، أنت تدعو لنبيك بالحصول على المقام المحمود الذي وعده تبارك وتعالى. لا شك أن الجائزة عظمى جدا جدا، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ألست أنت في حاجة لذلك؟ ألست أنت الذي يفكر في اليوم الآخر ويبحث عن من يشفع له؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعدك بذلك. طيب السؤال، بالله عليكم اليوم، اليوم فقط سمعتم الأذان 5 مرات، هل طلبتم الوسيلة في 5 مرات؟ ألسنا مقصرين؟ أنتم معي ولا أنا متوهم؟ يعني تقصير شديد جدا، قل من يتذكر ذلك وقل من ينتظر ذلك، وده المميز بقى، اللي بيتشوق لوقت الأذان ليردد ليثبت لنفسه الشفاعة. هل منا من ينتظر ذلك ولا يفوت ذلك؟ أظن ده تقصير لا يليق بمن يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب الحديث الثاني هو صحيح أيضا، حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال، أنت يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا في رواية ورسولا، إيش؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ألسنا أصحاب ذنوب؟ ألسنا أصحاب نظرات وغدرات وحركات وتصرفات؟ ألسنا فعلا أدرى بأنفسنا من غيرنا ونسمع هذا العرض؟ هذا عرض، عرض، من منكم يصدق بهذا العرض ويقبل عليه بكليته؟ أن يغفر لك في اليوم والليلة 5 مرات حينما تردد هذه الكلمات البسيطة السهلة. إيه رأيكم؟ معلش عشان نتنافس في الخير، اللي قال كده النهاردة يرفع إيده وقال في كم أذان؟ قلت في كم أذان؟ 4. والخمس ما قلتش فيه ليه؟ شغل سيدنا. حاضر يا سيد. مين تاني؟ قلت كم مرة؟ 3. الخمسة؟ ادعي لنا ربنا يحفظك، ما شاء الله ما شاء الله. حد تاني هنا؟ الصف الشرقي نايم خالص. 5 ما شاء الله يا رب. على فكرة ما فيش حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم اليوم صائما، سيدنا أبو بكر يقول أنا، من عاد مريضا أنا، إلى آخره، الـ4 حاجات، وسيدنا أبو بكر يرفع يده. هل فيها شيء؟ لا، هذا حث على التنافس في الخير. الشاهد أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول يا جماعة بنضيع على أنفسنا خيارات كثيرة جدا 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 بأمور سهلة وبسيطة جدا تستطيعون أن تجمعوا بها هذا الخير العظيم. فواحد يقول: الله أنت حطيتها هنا، يعني دي منكرات مننا أن احنا ما عملناش؟ هي فعلا تنكر عليك لأنك من أصحاب الفضل وتبحث عن الفضل،
انا ما اتكلمتش مع واحد تاني خالص بيع القضيه، انا بتكلم معك انت. انا عايزك انت تكون حريص على هذا الامر، والا يستنكر منك ان تسمع انك تنال الشفاعه ويغفر لك ما تقدم من ذنبك، ولا تتخذ الاجراءات لتنال هذا العرض الكبير. طيب اللي فات ما تقولوا نتعاهد ان احنا نبدا ان شاء الله. لا تنسونا بدعوه صالحه. نعم، بعض السلف يقول يا جماعه من وقر النداء فقد وقر الله عز وجل، لان هذا منادي الله. هاتوا الايه كده، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، قال لك هو ده المؤذن، وردت فيه كل مؤذن الى قيام الساعه. فلذلك المؤذن حينما يوقر له يدعو الى الله، فتوقير المؤذن من توقير الذي امره بالنداء. نعم. طيب الاهم بقى، هنخش بقى على الحاجات الصعبه شويه. سمعنا النداء ورددنا وطلبنا الشفاعه وطلبنا المغفره، هل يكتفى بذلك ام ان البرهان والدليل على التوقير والتقدير هو التجاوب مع النداء وان تذهب حيث ينادى عليك؟ نسبه تجاوبك مع النداء قد ايه؟ انا عايز اقول لكم يعني نسبه من يستجيبون للنداء، مش يرددوا اصلي، دي خلاص عديناها صح. من يستجيبون اي يذهبون حيث ينادى عليهم النسبة. طيب أجيبها لك بطريقة أوضح. نسبة من استجابوا ولبوا وذهبوا إلى المسجد مع نسبة من لم يلتفتوا، مش يرددوا بس اللي احنا قلناه اطلبوا الشفاعة والمغفرة، لا مش في دماغهم الموضوع، دول ما انتبهوش أصلا ولم يلبوا بالكلية. النسبة قد ايه؟ تقدروا تحصوها؟ عارفين عايزين تجيبوها، تجيبوها ازاي؟ شوفوا ساعة النداء وعلى قرب إقامة الصلاة، وانظروا إلى طرقات المسلمين وأسواق المسلمين ومحلات المسلمين. هقول لكم إيه؟ النسبة ما فيش وجه للمقارنة خالص. ده في مساجد في أذان الفجر بيستجيب واحد، وفي مساجد ما فيش حد بيستجيب، مغلقة تشتكي إلى الله عز وجل. طبعا احنا يعني عندنا ثوابت، اصحاب الاعذار خلاص يصلي في بيته، يصلي في محله، يصلي في مكانه. لكن اللي ما عندوش عذر ليه ما يلبيش؟ هو انت مستهتر بمن امر بالنداء؟ ولماذا امر بالنداء؟ هو النداء شرع ليه اصلا؟ عشان حضرتك تروح، ورغبت بالشفاعه والمغفره عشان تروح، مش عشان تسمع وتقول الكلمتين وخلاص والموضوع خلص. لا، إياك أن تظن أن أنت لو رددت وطلبت ونلت الشفاعة والمغفرة في نظرك خلاص تعمل اللي أنت عايز تعمله. لا، أنت لازم تتجاوب، تكون إيجابي، تنتقل إلى المسجد. طبعا حكم صلاة الجماعة في المسجد مسألة تحتاج طبعا لدروس، ولعل درس الفقه هنا من المغرب مع الشيخ علي لعله يمر مع اخواني في هذه المساله بالتفصيل. لكن هي على الجمله من العلماء من قال ان صلاه الجماعه في المسجد واجبه وجوبا عينيا على الرجال، وجعلوها شرط صحه في الصلاه. منهم من قال هي واجب كفائي، اذا قام البعض بعماره المساجد سقط عن الباقين، لو تركوا ياثموا جميعا اهل الحي يعني. ومنهم من قال هي سنة مؤكدة في المسجد، لكن يصلي جماعة ولو في بيته أو في سوقه. المسألة كبيرة، بس احنا بنقوله الأورع والأتقى واللي احنا بنرجحه أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد إلا من عذر. والأدلة كتير، والرد على أدلة المخالف كتير، لكن إنصافا الخلاف سائغ لا نكارة فيه على المخالف. نعم.
طيب هنخشوا على التقيل قوي بقى، حكم تارك الصلاة. احنا كنا بنتكلم عن اللي ما بيلبوش وممكن يصلوا في البيت، يصلوا في المحلات، يصلوا في ماشي بدون عذر، ولهم الراجح عندنا انها في المسجد جماعة ماشي. لا ده في ناس ما بتصليش اصلا، مش بس ما ترددش ورا المؤذن ولا تطمح في شفاعة ولا في مغفرة، مش في دماغها الموضوع اصلا. عشان كده من اكبر الكبائر، ولذلك الخلاف فيها قوي جدا. ايش حكم تارك الصلاة في المسألة؟ قولان. الاول ان تارك الصلاة كافر. بص بيقولوا ايه، قولا واحدا كافر ماشي، سواء تركها جحودا او تكاسلا، ما بيفرقوش بين الاثنين. لكن في الحقيقة قول جمهور أهل العلم في الحقيقة أمتع في التفصيل. قالوا نعم نحن معكم أن تارك الصلاة كافر، لكن بتفصيل، إن كان جاحدا للصلاة، ولا في حاجة اسمها الصلاة ومش فرض، يصلي يصلي ما يصليش هو حر. قالوا إن كان جاحدا يكفر ويخرج من الملة بعد إقامة الحجة عليه باستيفاء شروط انتفاء الموانع، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. ده طلعوا برا الملعب خالص إذا كان جاحدا. أما إن كان مقرا بفرضيتها بوجوبها ثم تكاسل وتهاون، صلي حاضر حنصلي، ادعي لربنا يهدين، والله أنا عارف أن الصلاة واجب بس أنت عارف الشغل والظروف، حنصلي من رمضان إن شاء الله، طيب لما نحج، طيب لما نتجوز، طيب لما نعدي بس الظروف والضغوط اللي أنا فيها. قالوا ده برضو كافر، بس كفر دون كفر، كفر أصغر غير ناقل عن الملة، لكنه مرتكب كبيرة هي عند الله أكبر من القتل والزنا وشرب الخمر. شفتوا المصيبة قد إيه؟ يعني ترك الصلاة اللي ما بيصليش متكاسل، ما بيقولش إنها مش فرض، بيقر بفرضيتها لكن متكاسل، كأنه قتل وزنى وشرب الخمر. كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. تخيل البيان. احنا محتاجين الناس تعرف الاحكام الشرعية دي. انا عايز اقول لك، عشان احنا تعلمنا الامر عرفنا المنكر ليه، انا هسألك سؤال، كم واحد تعرفه بيصليش من جيرانك، من قريبك، من ارحامك، من زملائك، من اصدقائك؟ كم واحد؟ انا اقدر اقول لك مش قادر تعدهم مع الاسف الشديد. وحتى لو عدتهم، دورك ايه؟ قدمت ايه؟ اديت اللي عليك صح؟ استحضرت انك ستسأل عنهم؟ كان بعض السلف بيقول اذا مررت بمرتكب المنكر اياك ان تتجاوز دون ان تحاول بالضوابط اللي احنا قلناها، فاكرينها طبعا ماشي، والا ان تركته ولم تلتفت له ولم تعيره الاهتمام ربما امسك بتلابيبك يوم القيامه وقال انت تعرفني وتعرف انني لم اصلي، لم لم تنصحني؟ لم لم تامرني وتنهاني؟ لم لم تقيم علي الحجه؟ لم لم تذكرني تعظني؟ قال ماذا تصنع؟ كيف سترد عليه؟ احنا قلنا بدري ان لو فاكرين ان من حقه علينا ان ننصحه، صح؟ مش كده؟ ومن راى اخاه على امر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه، والخائن في النار. كيف ترضى لنفسك ذلك ان تسمى خائنا؟ الحديث الصحيح يطبع المؤمن على الخلال كلها الا الخيانه والكذب. المؤمن ممكن يعمل اي حاجه في لحظه ضعف الا انه يخون او يكذب، لا ما ينفعش يبقى مؤمن، المؤمن ما يعملش كده.
فانت ازاي تخون اخوك المسلم شبه مصليش والحكم خطير زي ما انت سمعت. ان كان جاحد دي مصيبه كبيره خرج من المله، وان كان متكاسل مرتكب كبير اكبر من القتل والزنا وشرب الخمر. ليه ما نتحركش؟ انا عايزك بالله عليك نصيحه، اعمل لسه كده اما تروح بمن تظن انهم لا يصلون، واعمل كل اسبوع واحد بس تروح لتزوره وتقدم له هديه، نصيحه مشفق لديه رحمه وفعلا يتمنى ان يهدى هذا الشخص على يديه لينال الفضل والاجر والثواب. والله يا اخي ستنال فضل عظيم جدا جدا جدا. لذلك خذوا القرار، لا تترددوا، المكان ما ينفعش فيه كسوف ولا استحياء، ده خطر عظيم جدا جدا يا اخواني. يعني كما يقول عمر اهم اموركم عندي الصلاه، فمن حافظ عليه فقد حافظ على ديني، ومن ضيعها كان لما سواها اضيع. لو وهنت عليك صلاتك ايه اللي هيعز عليك؟ ولا حاجه، ولا تسوي حاجه الدنيا وما فيها. اذا يا اخواني عندنا تقصير، ينبغي ان نتحرك. من منكرات الصلاة، وده برضو أمانة عليك والله العظيم، أنا عارف الناس اللي قاعدة قدامي كلها الحمد لله بتصلي، تواظب على الصلوات الخمسة وفي المسجد أغلبكم إن شاء الله إلا اللي عنده عذر. الموضوع ده اللي هقوله ده في منتهى الخطورة، أناس يصلون وهم في الحقيقة لم يصلوا، الذين يعني ينقرون في الصلاة، الذين لا يخشعون في صلاتهم ينقرونها نقرا، ما فيش طمأنينة لا في قيام ولا في ركوع ولا في رفع ولا في سجود ولا في رفع ولا في حاجة، تك 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 على طول كأن واحد بيجري وراه، حاجة مش ممكن. هؤلاء لم يصلوا في الحقيقة. فحافظين الحديث ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة دخل رجل مسبوق فصلى خلف سارية من سوار المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم عينه على كل اللي في المسجد، مركز، ده دورك عشان تدعو الله عز وجل، تتعلم الدرس من النبي صلى الله عليه وسلم. بص كده الراجل بيصلي، خلص صلاة قال له تعال. جه الراجل سلم عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي. الراجل رجع ورا السارية تاني وعاد الصلاة وجاء قال صلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، هو ده اللي أنا تعلمته مش عارف غير كده. النبي عمل إيه؟ أعادوا وعلموا ونصحوا وذكروا وبين له وقال له صلي فصلى. أنا عايز أقول لك كم واحد بتشوفهم في المسجد بيصلوا الصلاة دي النقر اللي هي سريع سريع دي. طيب يا أخي نفس الأثر هاتوه تاني كده، من رأى أخاه على أمر لم ينصحه ولم ينصح لا يرضى من نفسه ولم ينصحه فقد خانه خيانة، إن أنت تشوفه وتسيبه، إن تمشي بحقه عليك. أنا عايزك تحط نفسك مكانه وتخيل إن أنا بقول لك لم يصلي، مع إنه صلى شكلا صلى لكن لم يصلي، مش هي دي الصلاة. القضية خطيرة جدا، كم فرطنا في هذا المعنى مع الأسف الشديد. من الحاجات المنتشرة الاستهانة بختم الصلاة، يعني حاجة عجيبة جدا، حتى اخواننا الملتزمين يعني مستعجل عليه في ايه؟ انت عارف السنة في ختم الصلاة أول حاجة بتقول إيه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لجبر الخلل لجبر النقص. هذا أمر مهم جدا في صلاتك. هذا فيه إيش أنت عارف؟ فيه إيحاء لنفسك أنك مقصرة، أنك لم تصلي على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، أنت قصرتي فاستغفري من تقصيرك. يا الله يا جماعة معنا في منتهى الجمال والروعة، نيك بقى عن التسبيح وفضل التسبيح
طيب لو هتقوم مستعجل وهتقول وانت ماشي ما عندناش مشكلة، يجوز طبعا تمشي، لكن انا بتكلم على ناس كتير خلاص بمجرد ما يسلم يشرع في اي حاجة وفي اي موضوع، مش حتى مثلا هيقول موعظة يقول درس يقول كلمة ماشي قد يقبل منه ذلك، لكن سبحان الله ما بيهتمش بتوديع صلاته على نحو صحيح. انت بعد ما بتسلم لازم تودع صلاتك، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سن لك هذه السنة المباركة والدعوات الطيبات التسبيحات المباركات، ودع صلاتك وما تستعجلش، ده موضوع في غاية الأهمية. طيب في ناس بيصلوا في مساجد فيها قبور، دورنا لما تعلمنا التوحيد ان احنا لازم نكلمهم، وان الصلاة لا تصح في مسجد فيه قبر، سواء كان في القبلة يمين شمال، طالما في المسجد والمسجد سمي باسم صاحب القبر والناس كانوا يعتقدون فيه دفع الضر وجلب النفع ويدعونه وينذرون له ويطوفون بقبره، هذا كله يبطل الصلاة على قول الراجح من أقوال أهل العلم. طيب مين للملايين اللي بيصلوا في المساجد اللي فيها ضرح؟ وأنا هنعمل لهم إيه؟ يا عم انصح وأمر وإنهى، قيم الحجة، الناس طيبين، الناس فيهم خير، لو إحنا أحسننا وصدقنا إن شاء الله ربنا هيوفقنا بإذن الله تبارك وتعالى. ناس كتير يعني أنا من باب التحديد بنعم، ناس كتير جدا كانوا بيروحوا يصلوا في المساجد فيها قبور، ولما قعدنا نتكلم وقال الله وقال رسول الله والعلماء قالوا، الإمام مالك قال والإمام أحمد قال والإمام الشافعي قال والأدلة والبيان، الناس بفضل الله عز وجل بتترك تسمع الكلام. إحنا مقصرين يا جماعة في إقامة الحجة، إحنا عندنا تقصير شديد جدا في هذا الباب. نعم لا طبعا لا، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، ولكن التوسعة هي التي مرت فلا ينطبق عليه الكلام بإجماع. لا لسه البيت محصن بجدر تلف عليه كده من الأول لآخره، بيصلوا وراه من بعيد، لكن الدفن في بيته وليس في المسجد. لكن عملوا على المسجد اللي اتبنى للقبر أو اتبنى المسجد وضع فيه القبر، لكن لو كان بين القبر وبين المسجد جدار المسجد وجدار آخر فاصل ولا يقصد لهذا القبر إنما دفن فيها كذا بدون أن يكون له رواد مثلا أو من يعتقدون فيه، قد يجوز الصلاة فيه، بس يكون بينه وبين المصلى جدارين مش جدار واحد. وده اللي معمول في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، جدار البيت وجدار تاني اتعمل بعديه. طيب عندنا ظاهرة برضو متعلقة بمنكرات الصلاة ما تليقش بيكو بينا كلنا، يعني مش عارف أسميها إيه، لكن إهمال النوافل القبلية والبعدية، يعني عدم التقدير التام لها، عدم الاكتراث بها سواء في المسجد أو في البيت، والأولى أنها تصلى في البيت إلا إذا كان شغلك يأخذ اليوم كله تخشى أن تتثاقل عليك فتصعب، ليه بتصليها في شغلك مفيش مشكلة، تصليها في المسجد مفيش مشكلة، لكن النوافل دي جعلت لسد العجز، حينما ينظر في صلاتك فيوجد فيها ما يوجد يعني من نقص يقول انظروا هل له من نوافل، أي نعم له نوافل، فتجبر الفريضة بالنوافل التي عندك إذا أحسنت في أدائها. بالبلد كده خلي لك رصيد تصلح منه الحاجات اللي فيها نقر واللي فيها استعجال واللي ما فيهاش تركيز، خلي لك رصيد من النوافل يشفع لك عند الله تبارك وتعالى. في الصلاة فرصة عظيمة جدا أراني وإخواني نفرط فيها كثيرا،
فأكثروا من الدعاء في السجود. عارف يعني أقرب محطة بينك وبين الله عز وجل حال السجود. لا لا ده له معنى كمان جميل، أقرب فرصة للاستجابة وانت ساجد بين يدي سبحانه وتعالى، وانت الذي تشرع في مناجاة ربك، وانت الذي تنهي، وراك أنت المهموم المديون الحزين المثقل، عندك الزوجة والأولاد أو الجيران أو المشاكل أو الأزمات أو الغلاء أو الأمراض أو الأسقام أو ما يقع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومعك منحة ربانية أن دعوتك مستجابة في الـ، لا ده حاجة صعبة جدا. إحنا السلف بيقولوا إيه؟ الله عز وجل أمرنا بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يسأل الله يغضب عليه، مش كده؟ والمولى عبد الله رغبنا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني الحاجة اللي سأتك وهمتك وزعلتك وحزنتك مين هيكشفها غيره سبحانه وتعالى؟ ماشي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم عباد الله بالدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، وإن الدعاء ينفع مما نزل أي من البلاء ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيقابله الدعاء فيعتلجان إلى قيام الساعة. وصح الشيخ الأرناوطي لا يرد القضاء إلا الدعاء. بالله عليكم وقعنا إيه مع السلاح ده؟ وإحنا في 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 موطن في الحقيقة فرصة ذهبية، فرصة ذهبية، وأنت شايف الواقع، وأنت شخصيا تحتاج أن تغتنم هذه الفرصة الاغتنام الأمثل، فلا تضيعها على نفسك. منكرات متعلقة بالأسرة، عايزين ناخدوا كده الأسرة واحدة واحدة ونتكلموا عليها بوضوح وبشفافية. الأسرة قوام عظيم جدا جدا جدا، أول حصن من حصون هذه الأمة، ومن بعده المجتمع والوطن والأمة ككل، من يعني أهم الحصون التي يسعى الباطل لتدميرها، لاختراقها، لتمييعها، لإفسادها، لإغراقها في الشهوات والشبهات. الأسرة لأنها مش هنقول الحضانة ولا المدرسة بل الجامعة التي تخرج اللبنات الصالحة لهذه الأمة لتعمل على عودتها من جديد. عشان كده الباطل حريص على تدمير الأسرة من خلال بث الفساد والانحلال والإباحية، ومن خلال الإغراء والإبهار والفن والموضة والرياضة والغناء والموسيقى والرقص والهلس، عملية التغريب على أشدها. يعني تسمع مثلا المنظمات النسوية المدعومة من الغرب والشرق والتي تعمل على هدم الأسرة تماما، على تفكيك الأسرة كما عندهم، خلاص كلمة أسرة ما عادش موجودة هناك، سداح مداح، ما فيش ضابط ولا رابط ولا قيم ولا أخلاقيات. موضوع الأسرة ده يعني حاجة كانت عندهم، الآن الأمر كما تسمعون وتطالعون ونماذج تلمع ويوسط لها المساحات لتكون نموذج للشباب، زي رولاندو بتاع الكورة ده، ولا اسمه رولاندو برضو، شوف عنده 6 عيال ولا 7 عيال من غير جواز، لسه ما جوز لغاية النهاردة، مثال بيطرحوه على الناس ويدفع له الملايين ليكون عن قرب في وسط الساحة الإسلامية، وغيره وغيره وغيره. طبعا المنظمات النسوية والتي تدعم المرأة كما تزعم كذبا وزورا، بل هي تدمر المرأة، تدعوها لأن تكون ندا للرجل وتزاحم الرجال
وتطالب لها بحقوق ما أنزل الله بها من سلطان، تناقض الشريعة وترد الشريعة وكأنها تعدل على الشريعة وتتهم الشريعة بالظلم والجور والبغي والوقوف بجوار الرجل ضد المرأة وكذب. والله العظيم الكلام ده مش صحيح خالص، الكلام ده كذب وافتراء. لكن اللي أنا عايز أقوله، الأسرة محتاجين نتكلم عنها بشيء من التفصيل، محتاجين نقوله أن الأسرة دي يعني أمانة وسنسأل عنها ونحاسب عليها. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عنهم، وكذا المرأة في داخل البيت. حفظ أم ضيع؟ يعني حفظ أم ضيع؟ عمل لهم ديفنس كويس وحراسة جيدة وتأمين من خلال الربط بالقرآن والسنة وإلزام بالواجبات والحقوق وعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى، ولا سبهم الأسرة مشتتة لها موارد شتى، اللي اشتراكي واللي ليبرالي واللي رأسمالي واللي مثلا ملحد واللي حرية، كل واحد هذا ما يريدون. لكن الأسرة عندنا في الإسلام لها رأس، وكل أفراد الأسرة مسؤول، كأنه على ثغر داخل الأسرة لو اخترقت الأسرة من خلاله سيأثم ويعاقب بين يدي المولى عز وجل. عشان كده احنا محتاجين نقول للناس يا اخواننا الأسر في خطر، الأسر تحارب بطريقة لا تخفى عليكم. يعني ما يصنع الباطل الآن لهدم الأسرة المسلمة حتى يعني يقضى على ما بقي ليسيروا في الركاب وتتدمر الأسر وتنحط الذرية أكثر وأكثر، فهذا والله من الخطأ بمكان. إذن ينبغي علينا أن نفكر في هذا الأمر جيدا، ما الذي ينبغي علينا للحفاظ على أسرنا. أنا هتكلم مع الشباب لسه ما تجوزوش عشان نوجد مثال ونموذج، ومن تزوج يعني يدرك ما فاته ليكون نموذج. تقصد ايه؟ انا اقول لك الاتي. ليه احنا ما صدرش ثقافه دراسه الجدوى لمشروع الزواج؟ دراسه الجدوى دي بيعملوها عشان ايه؟ عشان المشروع ينجح، صح؟ عشان المشروع يبقى مربح. وممكن دراسه الجدوى دي تصرف مثلا قد نص راس المال او اكتر، ما عندهمش مشكله. ناس الكبار في الموضوع ده يقول لك مفيش مشكله، دراسه الجدوى دي مهمه جدا، حتى لو خدت تلتين راس المال اللي موجود معانا، بس نعمل دراسه جدوى عشان نقدر نتحرك كويس. ماشي. انا عايز اقول لك الاسره اعظم مشروع استثماري مربح في الدنيا وفي الاخره، اذا نجحت في معرفة السبيل لإيجاد الأسرة المثالية الآسرة المؤثرة، هنيئا لك في الدنيا والآخرة. عشان كده عايز أقول للشباب تعلموا كيف تنشئون أسرة مسلمة مستسلمة خاضعة منقادة لله ولرسوله. وده يعني بيدفعنا ان احنا نقول البداية، البداية ان حضرتك تتعلم ما لك وما عليك من الحقوق والواجبات، وتشترط عليها أنها تتعلم ما لها وما عليها من الحقوق والواجبات. إذا جمع بينكم في خير إن شاء الله وعلى خير، كانت قد تعلمت ما لها وما عليها، وتعلمت أنت ما لك وما عليك، ستجدون الود والاحترام والتوقير والتقدير. ليه يعني الفشل الذريع الحاصل في أوساطنا للزيجات الآن، كم الطلاق وكم دمار البيوت اللي بيحصل كل يوم كل ساعة بل كل دقيقة أو أقل. ليه؟ لأن لا هو درس ولا هي درست، ولا هو تعلم ولا هي تعلمت، وتجابوا كده وتحطوا مع بعض وتحشروا في شقة زي ما تحشروا، وبدت بقى الطباع والخصال والعادات والعرف والتقاليد ممكن يكون فيها اختلاف، يحدث تنافر ويحدث الصدام ويحدث ويحدث.
فيبقى ايه بقى البيت ساحة حرب مدعكة زي بيقولوا كده بالبلد. يبقى احنا محتاجين ان احنا نقول الناس احرصوا على هذا. طيب الناس اللي اتجوزوا وعدوا زي حالتنا كده مش عيب ان انت تدرس، هتلاقي نفسك ظلمت زوجتك كتير وضيعت فرص كتير وظلمتها كتير. ارجع لنفسك وشوف لو يعني قدرت تتعامل كما عندك المثال الأسنى والأعظم، خيركم وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. مش قدامك مثال نموذج يا ربي على الروعة والجمال، الحب والود والاحترام والتقدير والتوقير والرحمة والشفقة والتغافل. يا الله والله يا إخواني واحد يشعر ب ب ب ب يعني بأننا قصرنا فعلا حتى في دعوة الناس لهذا الباب. عشان كده أنا بحملكم المسؤولية برأي لساحتي، كلكم المفروض تتحركوا وتتكلموا في المواضيع دي، تقولوا للناس تعلموا عشان الحياة تستقيم، تاخد حقوقك وواجباتك كاملة وتأدي اللي عليك صح. لازم تتعلم ولازم تبني نفسك علميا كيف تدار البيوت، كيف تساس البيوت. انت البيت ده معاك زوجة ممكن نقوله كعنوان ناقصة في عقلها ودينها، مش قدح فيها، ده عشان تعملها برأفة ورحمة ورفق ولين وتقدر ظروفها، الحيض والنفاس والحمل والرضاع والبيت والأولاد لازم ترعيها عشان تستقيم الحياة بينك وبينها وعشان تأسر قلبها يكون لك الود والحب والاحترام والتقدير. الواحد بيشوف نماذج من الناس البسيطة العامية تقول ده توفيق من ربنا، ممكن ما تعلمش لكن لديه هذه المعاني، هذا توفيق من الله، الموفق من وفقه الله. احنا جماعة محتاجين نراجع حساباتنا كويس جدا جدا في تعاملنا مع أزواجنا. موضوع الغيرة، الغيرة ده أمرها معلوم، الله عز وجل يغار والنبي صلى الله عليه وسلم يغار، الصحابة كانوا يغارون والمؤمن يغار. لازم يكون عندك غيرة سواء على دينك أو على أهلك أو على عرضك، ماشي؟ لكن أي غيرة هذه؟ الغيرة المحمودة اللي هي وسط، لا زادت عن حدها ولا قلت، لو زادت هتبقى الحياة جحيم لا يطاق. ايه رأيكم في راجل عنده غيرة زيادة، شكاك، ماشي، سيء الظن، موسوس، الحياة شكلها هي بينه وبين زوجته جحيم لا يطاق، جحيم فعلا والله. بتجيلنا أمثلة في المشاكل هنا حاجة فوق الوصف وفوق الخيال. يعني لسه الأسبوع اللي فات واحد عنده غيرة زيادة عن اللزوم، ولدت شك ووسوسة، جاي بعد 26 سنة جواز يقول الست عيال دول أنا شاكك إنه ولادي ولا لا. يا نهارك أبيض، أصلها بتتكلم، أصلها أي حركة يقلب البيت رأسا على العقب. وساعات تلاقي الزوجة كده وهو راجل طيب، وهي لشدة غيرتها عليه يعني مش عايز أقول لك مولع الدنيا معاه، أي بصة أي كلمة أي تصرف خلاص بتسيء الظن على طول. طيب النوع ده دي غيرة زادت عن الحد المعتدل تؤدي إلى فساد عريض وفشل للزواج. طيب لو نزلت تحت شوية خالص تسموه إيه؟ تسموه إيه؟ ما تقولوا عن لسودكم ما تخافوش، ديوث ما عندوش غيرة، يرى المنكرات في أهله ويشوف ما مش هنا مش موجود. عشان كده هنقوله من المنكرات الموجودة في الأسرة، لو قلنا لكم تعالوا إطلالة كده، التبرج، العري، ورجالة كبار وتحس إنه في نظر الناس محترم وبنته ماشية معاه ولا زوجته، مش عايز أقول لك مش لابسة، هم بيسموها لابسة على الموضة لكن هي مش لابسة أصلا، كاسيات عاريات،
وعادي جدا صدر والشعر ولغاية الركبة والهدوم الضيقة، ويرى ابنته تخرج من البيت أمام عينيه بهذه الطريقة التي تهيج الشباب في الطريق وفي السوق وفي المواصلات وفي الجامعة وفي المدرسة ولا يتمعر وجهه. ده ايه ده؟ ده منكر عظيم جدا. ليه ما نتكلمش عن الحجاب والعفة وفرضية الحجاب والفتن اللي بتترتب على ذلك؟ ده معنى موجود في الأسر، الاختلاط بغير المحارم. وشوفوا الدنيا مفتوحة ازاي. انا مش عايز اقول لكم يعني حاجة مؤلمة جدا، اخ محامي حكاها لي بيقول لي معروض على المحاكم الان اكثر من 400,000 قضية زنا محارم، لسه ما طلعناش برا المحارم. كام؟ 400,000 قضية زنا محارم. بكلم واحد مسؤول كده يعني قال لي لا ده الرقم اكبر من كده، الرقم اكبر من كده. يعني ايه زنا محارم؟ يعني اخ وعم وخال وزوج الاخت ومش عارف الحاجات اللي غير بقى طبعا غير المحارم ما تعدش. اظنكم معنا حجم الزنا تفشى وانتشر بطريقة تدمي القلوب فعلا. ليه؟ لان في اختلاط، مفيش ضوابط. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ايه الحمو الموت اللي هو اخو الزوج، ده يموت احسن له ما يخش على زوجة اخوه، تموت احسن له ما تخش عليه، درا للفتنة. النهارده سداح مداح في بعض بيوتنا مازال الامر، يقول لك لا يا اخي ده احنا متربيين والدنيا. يا عم انا ما بشككش فيك لكن ده دين، حمايه ليك وليها. زوجة اخوك ما تشوفهاش ولا تشوفك الا بحجابها الشرعي. المعاني دي يا جماعه محتاجين ان احنا نسوقها صح، ونعمل حملات دعوية نتكلم عن خطورة الاختلاط وحجم البلاء الذي يترتب على الاختلاط، لأن المعنى ده في الحقيقة خطر، خطر ما بعده خطر. بلنا دي مصطفى ساعة العشرة. طيب نكمله بس الحاجات اللي في الأسرة وبعد كده سهلة. في صورة من الاختلاط أنا هسميها اختلاط على الهواء، الهواتف. وبالله عليكم ماذا صنعت الهواتف في الأسر؟ بتقول لي ده بإيدك كده أنت يعني من الآخر يعني باشمهندس جزاك الله خير، الراجل قال كده يعني إيه الموضوع؟ يعني دمار في الحقيقة يا شباب. إطلاق العنان للهواتف تتمكن من أبنائنا وبناتنا وتقوم على توجيههم وعلى إغرائهم وإغوائهم، فعلا اختلاط على الهواتف رهيب، سواء الفيس بقى أو الوسائل المعروفة التانية، فعلا موضوع في منتهى الخطورة. عايز أقول لك لو قلت لك مثل الأفات اللي فيه قتل الوقت، عيالنا طول النهار على التلفونات، صح ولا أنا غلطان؟ وبناتنا ونسائنا، حاجة فعلا تحزن والله العظيم. طيب الحاجة الثانية ناهيك بقى عن دخولهم للمواقع إياها وكشف العورات والصور والمشاكل اللي بتيجي وتبادل الصور، بلاء بلاء بكل معاني الكلمة. فعلا الأسرة تشتتت بالهواتف. هم أصلا كانوا مسمينها وسائل إيه؟ تواصل إيه؟ مجتمعي، إنها بتوصل الناس ببعضها. لا والله أبدا، والله العظيم فرقت وقطعت، والناس كل واحد مشغول بنفسه بتليفونه. يحكي لي أخ اضحكوا شويه بقى ما دام احنا هنختم، يعني بيقول في واحده ست محترمه من الجيل القديم عندها 5-6 عيال كلهم متعلمين واتجوزوا كلهم وكل واحد عايش في بيته مع اولاده وزوجته،
وهي ست يعني مبسوطة بتحب أولادها يعني، فبتعمل لهم لقاء عندها في بيتها يقولها كلهم بأولادهم وأزواجهم، وبيجتمعوا عندها وبيقول يعني هيجوا بكرة مثلا، تبقى طول الليل تجهز وتطبخ تعمل حاجات بتاعت زمان دي محترفة، وهم كلهم بيحبوا أكلها وحاجة عالية خالص. يقول في اليوم ده سهرانة طول الليل تجهز لهم ما لذ وطاب. قربوا ما يجوا الجماعة، فرشت وزبطت ونظفت، دخلوا واحد ورا واحد وبالأحضان، شوفوش بعض من زمان كل واحد مشغول، وهي فرحانة أن أولادها كلهم عندها. سلم 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 دم، قال لي يدوبك خمس دقايق بعد ما دخلوا كلهم وسلموا ماما وحشانة، وده يقول لي أنت وحشني، العيلة كلها لما قال يدوبك من خمس لعشر دقايق كل واحد فتح تليفونه، المكان واسع كده قاعدين مع بعض، وكل واحد سرع مع تليفونه، ومهم يعني فرحان عايزهم يتكلموا مع بعض وتتكلم معاهم وتدردش معاهم، دقة القديمة زي بيقولوا عليها هم، مش عاجبة حد. المهم ايه، بيقول لي حوالي عشر دقايق كله استغرق مع تليفونه، البيت بعد ما كان يعني صوت الأولاد والأخوة والأخوات والدنيا ما شاء الله مقلوبة، مهس ما تسمعش ولا نفس. الولية بتبص فيهم كده، كل واحد بتلفونه لأولاد وأبهاتهم وأمهاتهم، راحت مصوتة بصوت عالي صرخت صرخة جامدة، قال لي قاموا مفجوعين كلهم كده كأن كانوا في عالم غير العالم، فيه يا ماما فيه يا ماما، قلت لهم أنا سهرانة طول الليل وعايز أقعد معاكم وندردش معاكم ونتكلم معاكم كلكم، هات أنت وهو تلفونك يلا. راحت لما التليفونات كلها واخدها منهم حطتها في سبت ودخلتها جوه، قلتهم نقعدوا نتكلموا مع بعض. والله العظيم موقف أثر فيها نفسيا، موقف صعب جدا فعلا ده بيحصل. تروح البيت تلاقي كل عيل واخد له كنب واللي واخد له ركنه واللي في اوضته وماسك التليفون وعمال يشتغل عليه، ادي اثر الهواتف تمزيق للاسر. طيب ايه اللي وبث؟ خد عندك بقى، يعني ده متعلق بالرياضة ودي متعلقة بالموضة، وده مع أصحابه ودي مع أصحابها، ويلا مع الرجال، والدنيا مع الأسف الشديد موقف فعلا خطورة. الأسر تتدمر تغزى من خلال الهواتف، بل وتشكل من خلال الهواتف، بل وتدار من خلال الهواتف. مش عايز أقول لك إن في أسر كتيرة دلوقتي اللي بيديرها الهاتف، أكلها بالهاتف، شربها بالهاتف، يلا كله أونلاين ولا مش عارفين بيقولوا عليه ده، كل حاجة بالتليفون، أكل بالتليفون ولبس يجي بالتليفون، والدنيا بقت إيه زي ما أنتوا شايفين. فصراحة يعني عندنا إسراف في هذا الباب. أحكي لكم على حاجة يعني هي مؤلمة فعلا، بتكلم مع أخ بيشتكي من الظروف والأحوال، قلت له عندك أولاد؟ قال لي عندي أولاد كبار. كم عيلة؟ اللي حوالي ستة، وهو زوجته يبقوا كام؟ ثمانية، وبيشتكي عايز مش لاقي شغل وعايز يعمل مشروع. قلت له سألك سؤال وجاوبني بصراحة. قال لي انت عارف ان انا هجاوب بصراحة. قلت له أولادك كلهم معاهم تليفونات؟ قال لي اه، تليفونات من الجديدة اللي هي بيقولوا عليها التاتش ولا اللطش دي ولا اسمها زي دي؟ قال لي اه. قلت له يعني عندكم 8 تليفونات؟ قال لي اه. قلت له يا اخي لو قدرنا بس في 5000 جنيه يعملوا كام؟ الراجل وقف كده، انا عارف يعملوا 40. قال لي 40000؟ قلت له والله العظيم تبدا مشروع، مش لازم البهرجه دي كلها ومش لازم الموضوع ده كله، ناهيك عن ان الثمان تليفونات دول هو شركات الاتصالات دي هتسيبك تتكلم براحتك بلاش ولا بتعد؟ بتعد قد ايه بقى انتوا الثمانية؟ بتعدوا قد ايه؟ كل واحد بيشحن قد ايه في اليوم؟ ولا اقول في الشهر ولا في الاسبوع؟ يعني انت ممكن تدير مشروع من خلال عملية تقويم للامر. فالشاهد يا جماعة موضوع التلفونات في الحقيقة الله المستعان، يعني عندنا بعض المنكرات المتعلقة ايضا بالاسرة، التقصير في تربية الأبناء، مع أن الأبناء أمانة وسنسأل ونحاسب عنهم يوم القيامة،
وان ابنائك دول مش ملك ليك لوحدك، دول اعظم ثروات الامه مستقبلها القريب. فاهمالك وتفريطك في تربيه ابنائك هم قوام الاسره، خيانه لنفسك وخيانه لاولادك وخيانه لوطنك، لان انت ضيعت الفرصه ان احنا نطلع كوادر او كفاءات او شخصيات تكون مفيده وعامله. ما تقوليش ان انا مشغول بمستقبلهم وباملهم مستقبلهم. انا شايفك منهك ومرهق في العمل من اجل اولادك، والله العظيم الموضوع مو كده ابدا ابدا. حضرتك لو اتقيت الله عز وجل وخذت بالاسباب بدون ما تنهك نفسك وصدقت في نيتك واهتميت باولادك ورجعت لهم بدري وقعدت في وسطيهم ووجهتهم، هتكسب كتير جدا في الدنيا وفي الاخره وتامنهم صح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم يعملوا ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مش اسمعوا الجماعه الكبار كانوا بيقولوا ايه؟ التقوى تنفع الذريه، وكان ابوهما صالحا. دي في الكهف اكيد حافظينها كلكم. شوف ربنا سخر لهم نبي ورجل صالح يبنوا لهم الجدار عشان ما ينقعش، عشان تحته كنز، عشان لما يكبروا يطلعوا الكنز بتاعهم وياخدوه بصلاح الوالدين. فاحنا عايزين نجتهد يكون لنا يعني تفكير حقيقي في هذا الباب. من الحاجات المهمة اللي احنا محتاجين نوجه ليها المبالغة في المهور. يعني أسر كتير جدا تظن ان غلو المهر والاشتراطات المجحفة على الشباب هي الحل لضمان مستقبل البنت مثلا. لا والله أبدا، والله العظيم أبدا، مخطئ من يظن ذلك. أولا المبالغة في المهور لها آثار وخيمة جدا على بنتك نفسها، لما في حزازية في قلب من سيأخذها العملية أصبحت مادية بحتة. نمرة اثنين، وده في نظري من أخطر الخطر، ان المبالغة في المهور والمغالاة في المهور بتعمل ايه؟ احجام عند الشباب عن الزواج. هيجيب منين؟ والاحجام ده هيودي فين؟ الشهوة دي اين تفرغ؟ في الحرام، ان السكك الحرام مفتوح، والباطل والغرب والمنظمات التانية عايزاك تفرغ شهوتك في اي حتة بعيد عن تكوين اسرة عشان يقدروا يتمكنوا منك ويتحكموا فيك بعد كده. ماشي؟ لا، الادهى بقى اللي منكم كويس ودين وخايف من الحرام، يعني كزنا وكذا وعلاقة خارج الإطار الشرعي، الضغوط الرهيبة في المغالاة في المهور والاشتراطات المجحفة بتخليه يفكر ان يخش على يا اما القرض الربوي، يا اما خبطة مخدرات، يا اما يسرق، يا اما ينصب عشان يجيب، عشان يتجوز. وكده يبقى برضه دمرنا الدنيا بدون أن ندري. خطر. طيب نحن نكتفي بهذا القدر. ومعانا بقى منكرات متعلقة، يعني طالما ذكرنا المهور والزواج والاشتراطات المشحفة، الأفراح، منكرات الأفراح هتسمعوا حاجات طبعا صادمة في الحقيقة، مؤلمة جدا جدا، هنتكلم فيها إن شاء الله المرة الجاية براحتنا إن كان في العمر بقية. فحتى ذلكم الحين ندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات من العمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.